هذه السحابة سبحان الله، لا إله إلا الله، حصلتها في المزارع في بدع فارس، يعني ما بيني وبينها إلا 5 أمتار، الحين ترد على السيارة. هذه قدر إلهية سبحان الله، نزلت الأرض الحين، فأنا مستعجب صراحة. ممكن حد يصدق أو ما حد يصدق إنها سحابة، الحين طاحت في الأرض ونشبت في الشبك. لا كيف اتقسمت الى اجزاء، ان جزء طاح منها ودخل داخل المزارع. سحابة غريبة اشتلت، فانا اليوم صراحة مستغرب المنطقة هذه، اشياء غرايب فيها اشوفها، الحين طلعت فوق. السلام عليكم. زي ما تشوفون المتابعين، الآن تم استخراج جيب النيسان من قاع الكسر. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. تم استخراج النيسان.